السلام عليكم خوتي خوتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. اليوم حيدوا الحجر في فرنسا والكل انطلق خرج، غير الله يستر وصافي. الناس داين وليداتهم صغار وداين وليداتهم بلا ماسك بلا حتى شي حاجة، نسأل الله السلامة والعافية. غنضرب لكم دويرة خفيفة في أكسيون ونهرب بحالاتي ندخل لداري. المهم البنات، تقريبا الحوايج اللي كانوا في اكسيون هما اللي كاينين في اكسيون. انا هذا النهار والله البنات لا تصدمت، هانتوما كنوريكم كل حاجه بالاثمنه ديالها امي. تصدمت من مشيت لقيت الناس مخرجين وليداتهم صغارين بلا ماسك بلا حتى شي حاجه بلا وقايه، كاينين الناس خارجين بلا ماسك حتى هما. ما فهمتش انا الناس صافي عارفين بانه مازال الفيروس، مازال هذا المرض كيدور، مازال كل شيء، والوفيات كل نهار باقين. الناس كتدخل السبيطارات كل نهار بهذا الوباء، وهما كانوا كيتسناو غير 11 في هذا الشهر هذا باش كل شيء ينطلق يخرج. نسأل الله السلامة والعافية. كل شيء كيقول غادي ندوز واحد 15 يوم يعني اسبوعين وغادي يولي عاوتاني واحد الموجة كبيرة ديال هاد المرض اللي غادي تولي تضرب. غير الله، نسأل الله السلامة والعافية البنات. والله القسم إلى كارثة كارثة عظمى عظمى عظمى. يعني أنا ولادي من النهار فاش حبسوا لهم هذا كنخرجهم إلا بالليل غير حدا الدار، كنضربوا دورة كنرجعوا بحالاتنا باش نديهم المحلات. ما كيوصلوش المحلات، يعني ممنوع. الناس مخرجين الوليدات عندهم 3 سنين 5 سنين 4 سنين، واش الناس ما عندهاش، ما فهمتش انا، واش ما عندهاش قلب على ولادها؟ ولا كيقول لك انه ما كيقيش الوليدات الصغار. شكون اللي قال ما كيقيش الوليدات الصغار؟ بالعكس، راه كل شيء معرض لهاد المرض هذا. غير نسأل الله السلامة وصافي البنات. والله نرجعوا للفيديو ديالنا. هادو البنات اللي بغات باش كيديروا فيهم كيلوكس لي سيريال، وكاين لي بلاطو تا هما زوينين. المهم كاين حويجات فيها زوينين، ولكن اللي بغى يمشي البنات الماسك واللي كات يعني ضروري بنادم يدير الوقاية ديالو. واخا يشوف الناس طالقين ما مسوقينش، ولكن لا، من الأحسن كل واحد يدير الوقاية ديالو. عاتي مشيت الأكسيون لقيتها عامرة أكثر من اللي كانت قبل، يعني كثرة الناس اللي كانوا ما كيمشيولهاش. هاد النهار منين فتحت داروا هجوم عليها، وكا كان دابا غير داروا هجوم وديري الوقاية. لا، كتعطيك في الباب انك تغسلي يدك بهذاك المعقم، وكتمسح لك دوك هذوك لي باني اللي كنهزو فيهم دوك بحال ديال السليلات. مي هذاك الشيء ما كافيش، هذاك الشيء ما كافيش، لانه في عاتي باش صورت انا هاد شويه هذا عاتي كنبقى واقفه في الراس ديال الغيو، كنساين باش يخوى وما كيخواش. يعني بصراحه ما فهمتش انا الناس، تصدمت والله العظيم الا تصدمت منهم دغيا بالزربه. وعاد دايره الماسك ودايره الليقات وكان بعاد من البشر، وهما ما دايرين لا ليقات لا والو. كتلقاهم غجاير لاصقين فيك يتقداو ما مسوقين، تقول بحال ما كاين حتى شي حاجه. والله البنات سمحوا لي على هذا الفيديو، لان ما عنديش عاد شي دابا، عاد ما عنديش الخاطر باش نعلق ولا نقول شي حاجه، ولكن قلت نحطوا البنات، لان بزاف الاخوات اللي قالوا لي صوري لنا اكسيون نشوفوها واش حطيت شي حاجه جديده ولا. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا كنقول البنات لا مشيتو ما تدوش وليداتكم، ما تدوش وليداتكم، وانتم ديروا الماسك ديالكم، ديروا الليغات ديالكم، وانتم حافظوا على صحتكم. ما يهمكمش الاخرين، الا ما بغاوش هما يديروا الاحتياط انتم حافظوا على الصحه ديالكم وما يهمكمش الاخرين. يعني كل واحد خاصو هو يوعى راسو، ماشي يحتاج واحد اخر يوعيه. ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله. الناس ما بغاتش تفهم بان هذا المرض هذا راه مازال عباد الله كيدور. كنشوفو في الخطبه كل نهار مازال وفيات ومازال المرض، كتهضر التلفازه عليه كامل كل شيء، وكيقولوا لهم جلسوا في ديوركم جلسوا في كل شيء. ولكن ما فهمتش انا الناس غير باش نمشي نجيب جوج ديال الطباصل نهز وليداتي ونمشي. لا، واخا نبقى ناكل ما عرفت فاش، وما نهش ولادي ونخرجهم الا ما عنديش اللي يشد لي ولادي نجلس حداهم اللي كتب الله ناكلو معاهم. اما بحال باش نهز ولادي ونمشي باش نجيب الطباصل والكيسان، لا. انا كل ما كانش ولادي كبار انهم يقدروا يجلسوا في الدار
بوحديتهم او مع باهم او شي حاجة ما نخرج. المهم البنات راه كل شيء واضح في الفيديو والتصويرات مع الأثمنة. كنحاول نقرب لكم كل حاجة بالثمن ديالها باش تجيكم سهلة. ويلا عندكم باش تقضيو غير جلسو في دياركم البنات، ما عندكم ما تمشيو ديرو في اكسيون. اكسيون راها مازال تجيب، بالخصوص دابا هداكشي اللي كانت ناقصه منه شحال هادي دابا رداتو للثمن ديالو الطبيعي، لان عارفه الناس غادي تهجم وغدير داك الهجوم ديال غير جماع جماع جماع. راه ملي غادي تدوز هاد الحمله ديال جوج الاسابيع او ثلاثه، راه اكسيون عاد غادي تولي ترجع للتخفيضات ديالها، وغادي ترجع للاثمنه اللي غادي تكون احسن من هاد الاثمنه هذه. وعقلوا على هاد الفيديو اللي قلتها لكم، غادي تولي احسن 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 من دابا، لان عارفه الناس هاد جوج الاسابيع صافي غادي يقابلوا غير اكسيون، راهم ما غاديش يديروا شي حاجه اخرى غير اكسيون. نصف على برا والداخل معمر، راهم شادين الصف ماشي كيسينو شي واحد يخرج باش يدخلوا، لا شادين الصف غير باش كيديروا البرودوي في يدهم. يعني كارثه عوض ما شفتها انا هاد النهار، دخلت مصدومه اقسم بالله البنات، انا دخلت مصدومه. صورت لكم هاد الفيديو هذا ودخلت في حالتي للدار ديريكت، قلت لهم انا دايره المعقم في الدار، دايره في الطوموبيل وهازه معايا انا. تكونوا شفتوا في داك الفيديو ديال كارفور، قبل ما كناخد شي حاجه نقيسها حتى كنمسحها بالمعقم عاد كنقيسها. الناس ما مسوقينش، اتلاقيت تما كاينه واحد الكوريه ما كنعرفهاش، غير كنا واقفين هكذا هي في لاكيس، وانا طلبت منها وقلت لها اذا سمحتي واش تقدي انك تكحزي مورايا غير شويه، لان لصقتني من اللور. قلت لها واش تقدي انك تكحزي غير شويه، لانها على الاقل نخليو متر بيناتنا، هذه اقل حاجه وما خاص نخليو اكثر. قالت لك زائد من غادي نموتو غادي نموتو، يا بالمرض يا من غير المرض. قلت لها وي، قلت لها انا عندي وليداتي في الدار ربعه صغارين، ما بغاش ندي لهم شي مرض ولا ندي لهم شي حاجه. يعني كاين اللي ما مسوقش كيقول لك غنموتو غنموتو، كلنا غادي نموتو، حتى شي واحد ما غيبقى، البقاء لله سبحانه وتعالى. ولكن بنادم ما يعيش جاهل ويموت جاهل، الانسان هو انهم يحاول ما امكن يوعي راسو بنفسه، ما يحتاج شي واحد اخر باش يوعيه. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. صافي شفتو كيبان لكم الوليدات صغارين دازو، عاتي ما بغيتش انا نصور الناس، لان ماشي من حقي باش نصور شي واحد بلا الاذن ديالو، ولكن كارثة عظمى البنات، كارثة. ما تقدرش انك شفتو هانتوما، يعني شي لاصق في شي، شي لاصق في شي، والوليدات صغار اهيت باش نهرب. وهذيك اللي خدامة في المكازا راه كتشوف.
ومن صلى عليك يا محمد لن يخاف عقبا. وهنا كيسالي الفيديو ديالنا حبايبي، شكرا لكم على حسن المتابعه ديالكم. انا غير بغيت باش نشارك معكم هاد الخرجه اللي خرجت هاد النهار، كنتمنى ان شاء الله يكونوا خرجات حسن.
ويكون فيديوهات حسن ان شاء الله بحول الله. وغادي يكون فيديو دائما ديال الطبخ ديال رمضان، نستمر ان شاء الله. شكرا لكم حبيبي، وبصحة فطوركم، والى اللقاء.